النهارده ما فيش مروح ليك. ليه؟ هنحشها كلها. اشتريني عبد عندك انا؟ البهايم جعانه. جعانه البهايم، ايه بناخد منها؟ نبهنا عليك. اي بتصرفها في العواله حتى ما بتديني 10 جنيه تجيبوا علبه كريم نلمع بيها الصلعه. امبارح اخذت لك جنيهين جبت بيهم سجاير. طب دول لنا شهر ما اخذناش. مش بتاكل وتشرب؟ ابيه باكل بشرب غير المش اللي بتجيبه لنا انت. رضا من عند الله، قول الحمد لله. ماشي يا عم قليل، الحمد لله الحمد لله احنا عايشين معاك بالست. محمد ما عارف كمان ليه اتاخر النهارده ما جاش. ابيه يا ده محمد يا مسال الخلايا بتاعتك. جيت ياد من الامتحان ياد. تعال هنا. طب امسك الفرد دي صح. دكتور اصلا ولدك هيطلع حجام. ايه ادوا لك النهارده في الامتحان؟ 1 2 3 هوبا هنلعب بالهنيات. هو اللي بيعلمكم في المدارس ده؟ ما قالكش هاد هوب رجعنا ليكم كانوا ليه بيقولوا الجديده في الافراح. 2 3 وفي ابدا تعليم ده علي. يعني انت اللي كنت طالع دكتور انت وصغير يا حاج رفيع. ما تصلي على النبي خلي الطابق مستور الوقت بدل ما نحرقك قدام والدك. لا على رايك احنا ايامنا احنا كانت قطتي جميله زيلها قصير شعرها طويل. فاكر البنت بتاعت الثالثه رعب اللي اديتها الجواب يا حاج رفيع ومدوك في الطابور؟ استر علينا. والله لا افضحك. 5 جنيه تجيب بيها سجاير وانا حسب. والله بدل ما امشي واخليك تحش لوحدك. ايه يعني امشي؟ 60 داهي يعني توكيل نيابه. امسك يد قبه جنب الواد علي. هلا تغطي عينك زي اللي جابه. وهنا. يعني زي البهايم احنا هنا ما تحش واخدينش ولا حاجه. اربط وراكم انا. اربط ورانا. حش تحت تحت. اوعى تقب فوق. لسه هو القبه لسه بكري البرسيم. انت تقطع من هنا اصلا. تكسب ولا ترفع. لا تقوم انت من هنا. وسايبه مكانك. انت يا دي محمد. انت مروح بقول للحجه في البيت جوز الكوارع اللي شافهم معاه في الصبح. افتكروا اليتامى اللي بيناموا في الحوش دول. سنحط عيني فيها. انت بتنام في الحوش، انت لو قتلوا الكتيل ما حتحسش. طب مش تعبان النهار كله؟ انت يعني بتخلينا في حالنا؟ قول لي كده عيني. انت الليل كله جوجيف في التليفون جنبي نم والصبح تقومنا من النجمه وما اعملش ولا حاجه. العنزه والجدي فين راحوا يا ياس؟ يعرفنا انا. تقول لي اخدهم؟ انا اخدتهم يا ياس. ايوه اخدتهم ورمحت بيهم انت. انا اخد منكم حاجه؟ هو شاف. انتوا البورصه بيطلع عندكم محمر بتاكلوه للناس. حشر. عيلة وقتين وصال انت. والله اخرك الملوخيه الناشفه المش خساره فيك. عسل علينا وكثرت وشادة اللي الوراق خرب الدنيا عندي. شهر القدام ملخيه ناشفه. شهر القدام. وراك اجيب لك من فين وراك؟ بس تفرق بالخير يا سماح. انت اللي فالح فيه. انت ولا بتعكلنا ملخيه طريش حتى وكنا ناشفه. ابوك ده اصلا يوم ما حيموت حيتلفوه من ودانه. انت حيتلفوك من فين؟ حيتلفوني من صلاحتي. ايوه صح والله. حتى ربنا عرف لك شعرك نحل بدري بدري. الشقا والغلب اللي عايشينه معاك. اوعى تعور نفسك، ما ناقصينش كمان تقولوا روحوا دكاتره وروحوا زفت علينا على اللي جابنا. شيماء ادي تعورك. والله عليك يا علي. تجرح نفسك انت عشان ترمح. طب انا حشوفه انا. تجرح نفسه يرمح عشان الليله دي يقول لي المبيات عليك يا حاج ربيع ادي تعورت انا حروح المستشفى. النبي ما وديك. يا دي علي. يا دي انت جاي تنام يا جنب الحمار هناك. يا حياتني يا راجل كنت بحلم. فين صباعك هذا اللي جرح يا ما فيهوش حاجه ده الخاطر. انا ضحكت عليك. تضحك علي انت؟ ايوه اضحك عليك. ازيك يا صاحب الصحاب يا عامل؟ قوم يا ادخل نخلص باقي الفتره. دقيقه يا عمي شوف الحمار ده العز بجلاكوز حتى الحمار بيدعي عليك. انا كنت بحلم بيه دروك انت بيدعي عليك بقول. عز بجلاكوز الحمار. روح حق منك للجماعه دكم. ودي 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 الحمايات انت احسن لك جلاكوز. اسم الله عليه حبيبي ده شايلنا في الطريق. تعال هات هنا خد جرب عليك. ليه ما صحتنيش لما الراجل البارد ده جاي يخلع عليه؟ ايه الحلاوه دي؟ وليه شفايفك بقت حلوه كده مره؟ ما تجيب بوسه مشبك يا قاسم نقوم. الحمار بيقول لي انا عايز حقنه مستشفى بروك الخيري للباقي العربيه من بعري ده. بيقول لي انا الراجل ده انا بفهم وخلي بالك الصحاب تفهم بعضيها مش كده بالصحاب؟ انت اخرك الحمار حبيبي ما بتفهمش غير مع مالك. بالك انت الراجل ده لو ربنا اداله والله لا يعفس علينا والله لا يخليني انا وانت لاعبين احنا الاثنين يوم سوق السب. والله لو تجيب فلوس لكان بعتك. شوف عشان اوريك انا زي بعض ابو الصحاب. معلش ادي عليه دعوه كده عاد عشان انتوا دعواتكم مغفلقه. ايه عايز روكي. قوم. ايه هنسوي؟ قوم المغرب حيادن. ايوه يعني حيادن المغرب يعني انت بصلي مثلا؟ طب انا وانت بس انا عارفك انا بكذب عليك قدام ناس بيقول بيصلي وانت ما بتصليش اصلا. ما نصلي على النبي قوم بس عليه افضل الصلاه والسلام يا سيدي.
المطلوب. قول لي عايز ايه طيب انت؟ هتقوم تحشي باقي الفرد اللي ما قيمش. اخذ 5 جنيه عشان اروح عند البيت مرفت اجيب لي فطيره. انا اول امبارح 2 جنيه جبت بيهم سجاير، والنهارده عايز لك 5 جنيه تروح عند مرفت تجيب فطير. لو تعرف مرفت يا حي على مرفت وجمالها. والله انت ما حد حيفشلك غير مرفت. البت تسبل لك بعينيها بتترمي على البنك قدامها. بالك يا حج امبارح جبت علبة الطحنية ب 3 جنيه دي حسبتها لي ب 8 بس على قلبي زي العسل. قالت لي خذ يا علوتي وحدة الطحنية دي بفوقك. ما تدفعش ال 8 يا حج. لا كان اديت 10. الله يبارك لنا فيك يا حج وتدينا من محفظتك. انا حديت 10 ورس في دماغك بروح قوم. قول حسوي. قوم يا بعت على جابك. والله العظيم 3 لما تعادلتوا معي اوقعتكم زي الطين. دي ناس انا شغلها معي اخر سنتك معي. اخر سنتك انت واحمدو اخر سنتك معي. لوك زي كده بيشويني زيك زي كده. اقول له شرق يغرب غرب يشرق. دائما ماشيين عكسي معي. انت وزفت الطين. اروح اكمل باقي الفرده بتاعتي.